أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم في حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة تجيب على تساؤلاتكم باش تربي ولادكم بالطريقة السليمة، لأن ولادكم هما ولادنا وراهم تحت جناحنا. اليوم موضوع مهم مهم. دائما لما نتكلم على الامتحان نقول دائما باللي الوالدين بالمرات يجوزوا الامتحان، يعني قلق الامتحان لو ستريس تاع ليكزام هذاك يجوزوه اكثر من ولادهم، دونك دائما يكونوا مقلقين وكامل. اليوم راح نتكلموا على تحضير الامتحان، كيفاش الطفل ممكن يحضر الامتحان تاعو بطريقه سليمه، وكيفاش والديه كيفاش يكون السلوك تاعهم اثناء تحضير الامتحان بطريقه سليمه. اذا يرافقني كالمعتاد السيده محرز خان. مرحبا بك مدام، اخصائيه في علم النفس التربوي. تفضلي تفضلي استاذه. مرحبا بك. كذلك يرافقني السيد نور الدين لابري. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. شكرا شكرا. تفضل مرحبا بك. 39 سنة في سلك التعليم. مرحبا بك. تفضل 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 تفضل. شرفتنا شرفتنا. معنا كذلك تجربة حية فاروق. فاروق تفضل تفضل. مرحبا بك فاروق، شرفنا. تفضل تفضل. وكالمعتاد في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة دير الواجبة تاعها في هذا المكتب الجميل هذا. اليوم معنا راديا، تعالي بنتي أرواحي. واش راكي بنتي؟ لاباس. لاباس؟ راكي مليحة؟ شوفي في الكاميرا وقولي للأطفال شحال في عمرك؟ 10 سنين. واش سنة درسي؟ سنة خامسة. خامسة، شاطرة في الدراسة؟ نعم. شاطرة؟ الله يبارك. كيفاش ديري الواجبات تاعك؟ ديرهم بانتظام ولا حتى ماما ويقولوا لك؟ بانتظام. بانتظام وحدك هكذا؟ نعم. شاطره. وتقراي الجمعه والسبت ولا ما تقرايش؟ نقرا. تقراي الجمعه والسبت ولا تقراي غير السبت؟ نقرا السبت. السبت الجمعه تريحي تلعبي شويه وكامل يا اخي، تخرجوا مع الاهل مع تخرجوا؟ نعم. هاي مليح مليح بنتي. اذا برافو بنتي، وجدنا لك هذا المكتب الجميل تروحي ديري فيه الواجبات نتاعك. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. وانتوما هذا هو الوقت اللي باش تروحوا ديروا الواجبات المدرسيه نتاعكم يا اطفال باش تنجحوا، لاننا نحتاجكم يا نشا الغد. مرحبا بكم مرحبا بكم. موضوع مهم موضوع مهم. انا نشفى في العائله وكامل، كنت نشوف بلي الاهل شغلهم راح يجوزوا هذاك الاكزام سواء الباك ولا البي ام ولا حتى الامتحانات الدوريه كما يقولوا. حبينا اليوم من خلالكم نعاونوا هاد الاولياء هادو كيفاش يقدروا يحضروا ولادهم، وكيفاش ننصحوا ثاني الاطفال وكامل كيفاش يكون تحضير الامتحان. هي على كل حال الحاجه اللي جينا دائما في الذهن هكذا، نقولوا لهم يا اطفال لازم تدرسوا وديروا الواجبات تاعكم بانتظام، ما تخلوش تراكم الدروس وكامل. ولكن كاين اشياء اخرى، لانه كل طفل وطبيعته النفسيه. يعني انا ماذا بيا نبدا بك استاذ لابري، تحضير الامتحان كيفاش المربي، باسكو المربي هو اللي يعطي الاطفال طريقه العمل، يعني المنهجيه اللي يمشوا عليها، يعني كيفاش تحضر كيفاش دير. وخاصه نتكلموا على الامتحانات الدوريه، ومن بعد نتكلموا على الامتحانات تاع الوزاره وكامل اللي هي السيزيام والبي ام والبكالوريا، المعلم نتاع الترمينال والمعلم نتاع اخر سنه في الطول المتوسط واخر ولا اخر سنه في الطول الابتدائي. لابد انه يعطي للتلاميذ نتاعو نصائح كيفاش يقراو كيفاش يديروا، وش هما المواضيع اللي مولفجي ماشي مولفجي. ولانه لاحظت باللي الاساتذه هذوك تاع الاطوار هذه اللي عندهم هذه الامتحانات الكبيره اللي نعرفوها والاولياء تاع الاهليه والباكو بالضبط، عندهم شغل تحدي، شغل حاب اكبر عدد من التلاميذ تاعو يربحوا. هذا هو. دونك ماذا بيا تكلمنا على هذا الباب هذا، على هذه الامتحانات كيفاش يعيشوها المربيين. شكرا استاذ يزيد، بارك الله فيك على اختيار هذا الموضوع، موضوع الهام والحساس واللي هم كل الاسر بالضبط، لان تقريبا كل الاسر عندهم في فتره من فترات تلميذ طفل او بنت يجتاز امتحان من الامتحانات.
شوف عنده واحد السنة أو أقل شوية سبق لي أن شاركت رفقة الأستاذة محرز، الدكتورة محرز، في ملتقى في مدينة صغيرة، هي مدينة القليعة وبدار الثقافة، في موضوع مدينة القليعة كبيرة بثقافتها صغار اسمها لست أدري. شكرا. معروفة أنا نظن باللي مدينة القليعة معروفة بالك أكثر من بعض الولايات. بارك الله فيك. هما صغروا اسمها، ولكن في البلاغة أحيانا التصغير يعني التعظيم والتكبير وكذا، يقولوا قهيوة، يقولوا قهيوة باش يعطوها قيمة. القليعة. المهم حضرنا فكان في حضور أولياء تلاميذ خاصة الأمهات، وكان عدد كبير، كانت حاضرة الدكتورة، ولكن أنا واش لاحظت أنه كانت فيه تفاعل، لأنه في نهاية المداخلات فتحنا باب النقاش، كان فيه واحد التفاعل، واحد التجاوب، واحد التساؤلات رهيبة رهيبة لا تنتهي. هناك تفهم بأن الأولياء يهمهم كثير هذا الموضوع، ولو أن في ذلك الوقت تكلمنا كثير عن الخوف من الامتحان، وهذا تدخل فيه العوامل النفسية، والدكتورة توسعت في الموضوع ولكن احنا اليوم على حسب على ما فهمت انك تريد ان نتكلم عن التحضير للامتحانات. بالضبط. التحضير للامتحانات ما نجمش نفصله تماما عن الخوف، لان الخوف من الامتحان هذا شيء طبيعي، يرافق التحضير، يرافق. ما كاش واحد يجتاز امتحان، اي امتحان، موش غير الامتحان المدرسي. بالضبط. حتى تاع السياقه، حتى تاع سياقه الطائره، حتى مش عارف، الا وينتبه بعض الخوف، هذا شيء طبيعي. الآن نرجع للمدرسة، أنت محق عندما قلت أن الأستاذ ماذا به يجوز عدد كبير يتنافسوا في التنافس. بالضبط. ما ننساوش بأن تقييم المعلم وتقييم الأستاذ وتقييم المدير والمدرسة في حد ذاتها تقيم بنسبة النجاح في الامتحانات. بالضبط. شنو الشيء اللي يعني نعم. شوف رغم أنه مقياس فرارة منه. نعم، ولذا تجد الأساتذة اللي عندهم أقسام الامتحانات يجتهدوا أكثر ويهتموا أكثر بتحضير تلاميذتهم لاجتياز هذه الامتحانات. هل كاين تواصل بين الأساتذة والأهل؟ يعني الأولياء بالمرات الأستاذ يوصل حتى يستدعي الأهل كامل، لأنه بالمرات أنا نظن بلي لأنه امتحان نهاية التطور، بالمرات تشوف تلميذ نجيب ولكن لما يلحق الامتحان نهاية التطور يخفق. نعم، يعني هذا الشيء اللي شوف تحب الصراحه سي يزيد، يعني عندما نقول الصراحه باش نلقى الحلول. لازم باش نلقى الحلول. احنا مازال ما عندناش الثقافه نتاع تعاون الاولياء مع المدرسه، عليها تكلمنا في الحلقات اللي فاتت، قلنا لازم يكون احترام. نعم، ويكون حتى التعامل مع المعلم مهم جدا. شوف الدول الاخرى اللي فاتتنا خاصه الاسكندنافيه، هذه لما تقترب الامتحانات كيف يديروا؟ يديروا اجتماع مع اولياء التلاميذ بدون تلاميذ. بالضبط. مع الاولياء رونكونتر دي بارون ديلاف، معروفه رونكونتر دي بارون ديلاف، وينصحون الاولياء كيف لازم يتعاملوا مع التلميذ في البيت وهو يهيئ نفسه للامتحانات. بالضبط. والاستاذ والمعلم والمدرسه عندها كذلك طرقها ومنهجيتها في تحضير التلميذ للامتحان. اذا معا نصل التلميذ تاعنا الى التهيئة الحسنة. لكن احنا نقول لك بكل صراحة، احنا انا كنت جوزت كم من امتحان تاع الأهلية في المدرسة وحتى في البكالوريا، ما شفتش والي تلميذ يجي للمدرسة ويقول يا وليدي بقات له 20 يوم ولا واش لازم ندير يا شيخ، حبيت نشوف الأستاذ تاع الرياض. ما يجوش إلا نادرا. وهذا خطأ كبير. لماذا خطأ كبير؟ لأنه الأولياء يتسببون غالبا ما يتسببون في زيادة الخوف والضغط على ابنهم. بالضبط. بلا ما يشعروا. بالضبط. هو يزيدوا الضغط عليه في البيت. بالضبط. نرجع للمدرسة. المدرسة أنت قلت أن فيه تلاميذ نجباء يتحصلون خلال السنة. بالضبط. على نتائج معقولة جدا، لكنهم يخفقون في الامتحان، وهذا غالبا ما يحصل. علاش يحصل؟ بون، فيه اسباب نفسيه ربما الاستاذه من بعد. بالضبط. اكيد الدكتوره من بعد تكلم لنا عليها، ولكن كذلك لاسباب بيداغوجيه، هو ان التلميذ هذا ما عندوش المنهجيه، ما تحصلش على المنهجيه نتاع كيف
يتعامل مع الاسئله في الامتحان، مع بالضبط. الاسئله في الامتحان. شوف زيد نقول لك، هما كاين على كل يديروا الباك بلون سيزيام بلون كامل، هي المفروض يعني كاين واحد الطرق كيف تتعامل مع الورقه بالضبط. يعني توني دخلت لك في صميم الموضوع بالضبط. التلميذ عنده معلومات، تلميذ نجيب يعني لا باس يعني، ولكن المنهجيه مختلفه، لكن ما يعرفش كيف يتعامل مع الورقه ويضطرب وما يعطيش. صح. هو عارف ولكن ما يعطيش كما ينبغي. وشكون الاكزام هذاك مكبرينو مكبرينو مكبرينو، ولا كارت ناسيونال وحطها والسيرفيون واقف من هيك يعني يعني ستريس كبير. شو سيزي عندي مثال حي افتخر به. انا خرجت من التعليم يعني راني متقاعد العام الماضي، واحد صديقي عنده بنو راح يعقب البكالوريا، بنو لاباس يعني في المستوى، يجيب 13 ونص حتى 14، لكن قال لي وليدي راهو خايف من ماده الفلسفه. قلت له جيبوا لي. شربنا قهوه، عيط له اسمه والد، نحييه اذا راهو يسمع فيا، راهو في الجامعه، راهو في الجامعه وجبل البحر. هاي الحمد لله. شوف سيز، يعني باش نجاوب على هذا السؤال مهم، سؤالك مهم. كي تلاقيت معاه قلت له تكلمنا عن الفلسفه، قال لي اذا ما جبتش الباك هي الفلسفه. قلت له ولكن هل راك فاهم البرنامج، فاهم الدروس، ولا كاين بعض الدروس ما راكش فاهمها؟ راه قال لي يا شيخ راني فاهم عموما الدروس، ما كاش درس راح لي. سو كاين اللي يدير بلوكاج، كاين يدير بلوكاج على ما لا لا ماهوش بلوكاج، سوني با زان بلوكاج جوستومون، سوني با زان بلوكاج. بعد الدروس سوني با زان بلوكاج. عطيته موضوع، قلت له قعد، قعدت معاه هذا الطفيل تقريبا ساعه، تقريبا اقل من ساعه، قلت عطيته موضوع من دماغي فلسفي. قلت له شوف كيفاش تبدا، هيا فرض انا اليوم الامتحان، هو الامتحان مازال واحد 15 يوم ولا مسكين ما عرفش كيفاش يدير. المنهجية. انا فهمت المنهجيه، ما عنديش منهجيه. شوف بكل بساطه اعطيته منهجيه بسيطه جدا جدا، قلت له وفهمها، قلت له لو تطبق هذه المنهجيه راك جايب 10. قال لي لا جبت 10 نجيب الباك. قلت له اما البقيه هذيك انت واش تقدم من معلومات. بالضبط. جاب 12 في الفلسفه، عمره ما فات 8، جاب 12 في الفلسفه وعرضني باباه وهنأني لا شكرا على واجب. سبحان الله. اذا باش تشوف بالمرات فكره منهجيه. نعم فكره بسيطه، والمنهج هو كل شيء يعني بسيطه. وريت له حتى في اللغه، انا مانيش يعني في العلوم شويه، مانيش متخصص مليح في العلوم، لكن حتى في اللغه في دراسه النص تعرف يعطوهم ثلاثة مواضيع ويعطوا له قصيدة كبيرة، غير يشوف هذه القصيدة يهرب التلميذ وينفر ويفشل. هي لا، هي التلميذ عنده لابد يكون عنده معلومات، يعرف غير كيفاش يوظفها بالضبط، كيفاش ينظم وقته، كيفاش يبدا، كيفاش يكمل، كيفاش نعم كيف يبدا. كومون ديفلوبي. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. شوف هذاك كي قال لي في البداية النص اللي عطيته له انا الموضوع، دار هكذا، قلت له شوف الموضوع اقراه ثلاث مرات او اربع مرات، اقراه وخلاص، ما تحوش تستوعب الموضوع، هكذا برك يقرا كي يقرا راهو تجيه الافكار. ثم سطر عن الكلمات الاساسيه، خاطرش النص فيه ثلاثه او اربع كلمات، هذيك الكلمات الاساسيه هي الموضوع، هي اللي بالضبط. لازم يركز بالضبط. عليها بالضبط. شايف يعني حاجات بسيطه يعني. اذا احنا الاساتذه والمعلمين الماهرين يعلمون ابنائهم المنهج اثناء التحضير، ماهوش اثناء التحضير، كيف يتعامل مع الورقة، كيف يتعامل المنهجية، كيف يجيب لما كيف ينظم وقته بالضبط، كيف ينظم مهم وقته مهم. هذه الأساتذة الماهرين يديروها مع التلاميذ، والأولياء حتى الأولياء يساعدوا أولادهم، اللي ينجم يساعد أولاده في هذا، ما كاش ذاك نضغط عليه ونكثر عليه المعلومات ولزم لك في ليلة دير 20 مادة ومن بعد حتى مادة ما يفهمها. لا يفو ديميستيفي بالفرنساوية، يفو ديميستيفي ليكزامان، يفو لو ديميستيفي. الأولياء من طبيعي من حقهم يتقلقوا بالضبط، هذيك استادت، ولكن أنا ننصحهم ما يبينوش هذا القلق بالضبط. قلق معليش سي بيان، معليش سي نورمال، ولكن ما تبينوش لابنك، دير روحك وكاين اللي يستنى ولدو عند الباب نعم يخرج جيب البرويون سي تروس نو، يقول له جيب البرويون لهنا يصحح له، جيب خلاص الماده خلاص بتاعت له كامل على الماده، خاطر هو عنده ماده اخرى، هذيك الماده ما تكلموش عليها، فات مات ما نتكلموش عليها. خلاص خلاص. اذا فيه تحضير نفسي، فيه تحضير منهجي، وفيه تحضير حتى تحضير فيزيائي، يعني فيزيونومي او فيزيائي، فيما يخص الاكل، فيما يخص الاكل النوم بالضبط بالضبط بالضبط. كاين حاجه وراه اللي يجيه النعاس هذاك النهار انا باش نخلي الكلمه للدكتوره، خاطر راني عارف اللي راهي تنتظر بفارغ الصبر وعندها ما تقول في الموضوع. انا انصح الاولياء في حاجه، انني نلاحظ في السنوات الاخيره
لما الاسبوع الاخير تلقاهم عند الصيادله ويشترون تلك الادويه الكيميائيه باه زعما فورتيفيون بو حساس تري دونجورو. يسمحوا لي الصيادله مانيش ندير لهم في سوء التجاره تاعهم، يسمحوا لي. ما عدا لو مانيزيوم اللي مفيد، مانيزيوم يساعد، ولكن هذيك الادويه هذه ما فيها ما تصلح والو. احسن فائده هو ينام في وقت مليح بالضبط. ياكل ماكولات معقوله بالضبط اللي موالف ياكلها، ويرتب يدير جدول اعماله بالضبط. يرتب بالضبط. وقته ماشي نضيع اربع ساعات في الانترنت وبعد نروح تلحق علي 12 تاع ليل نروح للرياضيات ونروح للفيزياء بالضبط. لا سي ترو طار دونك ننظم روحي ندير جدول المواد، قال اليوم ندير زوج مواد او ثلاثه زوج مواد ولكن نرجعها مليح، وغدا عندي زوج مواد اخرى ثم نرجع للمواد كذا. واخيرا اخر كلمه، التحضير للامتحانات مهما كانت الامتحانات يبدا من بدايه السنه الدراسيه حتى لا تتراكم علينا الفوارق هذيك. هذا هو الميور كونسي، احسن نصيحه، لازم نبداو نقراو من بدايه السنه. سيدة محرز خان، تكلمنا على التحضير البيداغوجي المنهجي وكامل، ولكن حبيت نوصل لنقطة معك اللي تكلمت عليها في بداية الحصة، هو القلق سواء تاع الأولياء، سواء كاين اللي حتى جد وخالو رايح يجوز الباك وقرا مليح ومن بعد يتلاقى خدمت مليح راك واجد راك كذا، يعني حتى القلق هذاك العائلي، كاين القلق تاع التلميذ نفسه، كاين القلق العائلي. مدى بينا تكلمي لنا على هذه النقطه هذه، واذا كان فيه نصائح نوجههم للاولياء من هذا الباب هذا. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مجددا في حصتنا الثقافية والتربوية والتعليمية، أولادنا تحت جناحنا إن شاء الله دائما يقعدوا تحت جناح الهنا والعافية والصحة يا ربي. إذا نتكلموا على تحضير الامتحانات، بغض النظر عن استيعاب المادة العلمية بالضبط. كائن ما كانت هذه المادة وباختلافها هل هي تطبيقية أو علمية أو نظرية، إذا والمادة هي نعرفوا أنها شكل مضمون، الشكل هي المنهجية، هي طريقة عرض المعلومات اللي تتضمنها هذه المادة، كيفاش نعرضها اللي هو كما قال الأستاذ نور الدين 50% طريقة العرض تاع هذه المعلومات اللي هو المنهجية أو الخطوات اللي نعرض كيفاش نعرض بها هذه المعلومات هي المنهجية. هذا لأنه المنهجية هي كلمة تقنية، كاين اللي ما يفهمش معناتها منهجية بالذات. والمضمون وهي المادة العلمية أو المعلومات العلمية المتضمنة في هذه المادة. إذا بغض النظر عن الاستيعاب العام تاع هذه المادة وعن والبرنامج هو عدة مواد نستفها ونعرفها ولازم يكون عندي كل الكراريس تاعي، ماشي يكون راسي تبحر لي ولا سلفته ولا غبت في ثلاث دروس ولا أربعة ما نلقاهمش في آخر كي نجي راح ندير الامتحانات الفصل ما نصيبهمش نضل نجري وما كاش واحد اللي يسلف لي في الأسبوع تاع مراجعة الامتحانات كاع يعودوا مشغولين، فبالتالي ما نقراش هذاك الدرس وهو اللي يقدر يطيح لي. إذا النظام نصف العمل، لازم نكون منظم، لازم نكون مستوعب هذا النظام، وعلاش راني نتكلم عليه؟ لأنه يشكل ثقة بالنفس عند الممتحن عند التلميذ، وهذه الثقة بالنفس نحتاجها كدعم وكمساندة نفسية، لأنه أنا راح نتكلم أكثر على العوائق النفسية. العوائق هذه هي قلة الثقة في النفس، الخوف، القلق، التأثر بقلق الأسرة ولا قلق المعلم ولا قلق حتى التأثر ب الأصداء تاع كاين حتى بعض الأولياء يهدوا ولادهم يقولوا كما ما تجيبش الباك ما تروحش كذا ما تديرش كذا دوك مثلا حتى في غرفة الامتحان، لو كان راني متأكد أنا من المعلومة اللي راهي عندي وراني منظم وراني عارف 100% بلي هذيك هي المعلومة، ماشي ان بتي شوتمون من عند الزملاء ولا نروح نبدلها. بالضبط هذه هي نروح نبدل هذيك الإجابة الصحيحة ونحط الإجابة الغالطة اللي بالك سمعتها أدرواتا غوش، باسكو راني مهتز راني مرتبك ما رانيش واثق من نفسي لأني ما حضرتش روحي مليح، لأنه العمل التعلم هو عملية بنائية كما نقولوا دائما، يعني حاجة شادة في حاجة. لو
وكان راني متاكد مليح من واش راني ندير، وراني باني البرنامج التعليمي تاعي كما يجب، وراني مسيطر عليه ومستوعب مليح المواد تاعي شكلا ومضمونا، نكون واثق في نفسي. وهذيك الثقه في النفس نحتاجوها بزاف في اثناء الاداء الامتحاني تاع اي ماده تاع اي امتحان. لازم نكون واثق في نفسي، عارف الامكانياتي، معليش اذا امكانياتي هادو هما وانا راني هذاك واش قدرت نوصل، نحط واش قدرت عليه وخلاص. ماشي لازم تكون الاجابه تاعي، يعني الاجابات كلها تكون كيف نموذجيه واجابات مثاليه واجابات، ما على باليش انا مثلا في تالي ليام متوسط وتماك حبيت نحدث المعجزه، ولا نقعد نستنى. انا مثلا في الامتحانات في الجامعه نشوف انهم يقعدوا يستناوا هكذا قاعد فقط. كاين فئتين اللي يقعدوا يستوفوا كل الوقت تاع الامتحان، الفئة من المتفوقين والناس اللي عندهم بزاف حاجات حيكتبوهم بالضبط، وفئة واحد اخرين كل يستناو الوحي يعني يقعدوا يقعد يستنى انا عادة كيفاش نتعاملوا مع هذه الفئة الثانية في الجامعة وفي المدرجات، يعني تخيل نفسك انك تعز في مدرج في 120-150 طالب، كيفاش نديروا الحالات اللي نشوفوهم هكذا راهم يستناو يعني في الدعم ولا يستناو في الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من غش فليس منا، صدق رسول الله. اذا احنا نبعدوا لهم الاماكن، يعني استراتيجية الجلوس، لانه كاين خارطة معينة خاصة في الجامعات في يعني في الدراسات العليا هذه تكون كاينة خارطة وين الطلبة عندهم تموقع استراتيجي، فتبدل له هذاك التموقع ولا يعني ما راحش يكلفك الوقت الكثير، يخرج مباشرة يخرج. إذا وعلاش نوصلوا لهذه الدرجة؟ وعلاش نوصل نلعب بالمستقبل تاعي بهذه الطريقة؟ يعني هذا راهو مستقبلي بين يدي، مستقبلي الدراسي لما قبل البكالوريا هو مستقبلي العلمي والدراسي، مستقبلي ما بعد البكالوريا هو مستقبلي الوظيفي. يعني خلاص انا رحت للتخصص تاعي الجامعي، انا رحت راح نخدم اون كارير بروفيسيونيل، راح نبدا نخدم اول خطوات تاع وعلاش نقول الخطوات الوظيفيه الاولى. يقدر واحد يقول لي لا ما رانيش خدام، لا، التكوين الصحيح هو اللي خرج الموظف صحيح. بالضبط. لو كان انا نتكون بطريقه متينه كاخصائيه نفسانيه، كي نخرج للميدان نصيب روحي تاع الصح وما تمسخرش بالناس، ما نقعدش ندي ونجيب في المريض مسكين اللي راه يسحق مني الدعم وانا ما رانيش عارفه ما قدرت ندير له والو. فبالتالي التكوين المتين صحيح هو اللي يخرج لنا موظفين صحاح، وهذا يرجع كذلك الى تعاليم الدين تاعنا اللي نرجعوها الى الاتقان. هذا راجع يعني مرتبط مباشره بالاتقان، وكل واحد منا يتقن الوظيفه اداء الوظيفه تاعو فتاكد انه المجتمع كله راح ينجح وراح يكون متكامل ومتكافل، كل واحد يعني يؤدي واجبه على اكمل وجه فالمجتمع كله راح ينعكس عليه. ادوار المواطنين ادوار تكامليه يعني كل واحد. اذا بالنسبه للاولياء واش نقول؟ ما يروحوش الخوف من الميزه تاع الخوف هو من اقوى الانفعالات عند الانسان حتى هو عند الحيوانات، يعني من كثرة أنه قوي حتى نتشاركوا فيه هو غريزي، يعني موجود حتى عند الحيوانات. إذن الميزة الكبيرة تاعه هو أنه متوسع، يقدر يتوسع. الآن مثلا عود نخاف من شيء صغير ومن بعدك نزيد، لو كان نخلي روحي لهذاك الخوف يهضمني نزيد نخاف من أشياء أخرى. يجب معالجة الأمر مباشرة، لازم نحد، لازم نتوقف ونقول انا كولي امر وعلاش راني خايف؟ من واش راني خايف؟ خايف وليدي ما يقراش؟ نشوف نروح نرفد الكراس تاعو نعاونو شويه في التحضير، في عود لي نقعد خايف من بعد ونخاف في اخر المطاف، نقعد نخاف من بدايه السنه. الانسان كي يدخل احسن، كي يدخل في حاجه كي يكون امبليكي شغل خلاص يدخل دون البان ما يعودش خايف قد ما يكون على برا. على برا ما راهوش عارف واش راهو صاري، لكن كي يدخل للداخل معليش نحاول نعاونو، يعني وليدي يستحق مني المساعده، نعاونه في مثلا نقول له واش راكم تقرا وفواش نقدر نعاونك، نعاونه اذا ما قدرتش نعاونه حتى هذا بيداغوجيا نعاونه في الجو الهادئ، في الاكل كما قال الاستاذ نور الدين الاكل الصحي.
بالضبط. نقدم له اكلات صحيه، نكون حاضره، نكون متواجده. مش لازم الوالدين، في زوج يكونوا متواجدين، واحد منهم يكفي يعني في وقت الامتحانات، لانه هذا يشكل دعم نفسي للطفل. وكانه كاين سيبورتور، كما مثلا الرياضي ما يقدرش فريق تاع كره قدم ولا في اي فريق انه يكون في ادائه الكامل لو كان ما يكونوش منصر. متفرجين منصر. حتى انها واحده من العقوبات انه يؤدي فريق ما مباراه بدون جمهور. بالضبط. من كثرة كاين تأثير تاع هذاك تاع المساندة النفسية، إذا يقدروا في عود الأولياء يولوا يشكلوا ضغط على هذا الممتحن أو هذا التلميذ، في عود لا يحاولوا كيفاش يشوفوا درجة الجاهزية تاعو. يعني نشوف مثلا واش يخصك في ادواتك، بلا كاين هادي، بلاك نفكروا مثلا، لانه الممتحن اللي راهو رايح يقعد يركز بزاف على الاستيعاب تاع الماده، يعني نظريا ومن ناحيه التقنيه، بلاك ينسى الادوات تاعو. انا مثلا كأم نوضو صباح، نوجد له ادواته، نوجد افطار صحي، نقول له معليش راني ندعي لك، يعني حتى دعوات الام والوالدين راهي مستجابه منها لربي مباشره. إذا هذا السند وهذا الدعم، وكذلك احنا نقولوا له يعني يقرا آيات قرآنية في البداية باش تجيه سكينة وطمأنينة، وهذا كله يبعث الثقة في نفسه باش يعود متأكد. ومعليش أنا إذا هذا العام أخفقت، إذا أخفقت هذا العام بالك في البكالوريا بالك ننجح العام الآخر، نطلع للجامعة أقوى خير، وإذا أخفقت في هذه المادة كاين مواد أخرى نعوض فيها ونكون أقوى خير. يعني كاين التعويض. جميل 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 جميل. استاذ لابري حبيت تضيف حاجه؟ تفضل. حاجه شاغله بالي ومصير باش نصيحه في الحق الاولياء، مادام الحساب موجهه خاصه للاولياء. جميل. هو انه بعض الاولياء لما يجي التلميذ وليدهم يراجع يجي يقول له بابا ولا ماما يجي معايا صديقي زميلي في القسم ولا نروح معاه باش نحضروا احنا في التحضير باش منهجيه استاذ. يقول له لا بقى وحدك، روح للدار عندك تو سكيل فوق كلش. هذا خطا. شوف دائما ننصحوا الطلبه اولا والاولياء، المراجعه كي يكون وحده ما فيهاش. هي مليح المراجعه الجماعيه ولكن ماشي دائما. لا لازم له وقت ليه. لا ولكن ساعتين ثلاثه يكون مع، ولكن حتى مع الجماعه ما لازمش تكون جماعه كبيره، اثنين واقصى. هذا حتى يعني كانت فيها بحوث بالضبط في التربيه. بالضبط. اقصى حد هما ثلاثه. هي اثنين احسنها. هو اثنين احسنها. انا من شفانها حضرت البكالوريا حضرته مع صديق. لانه راهم في الرياضيات ولا في الفيزياء هو خفات عليه قضيه ما صاحبه ممكن تكون عنده تكامل. والعكس تكامل. بالضبط. ولكن يبقى دائما عنده وقت ليه هو باش يركز. هذه من جهه. اذا العمل الجماعي مع اثنين ثلاثه اقصى حد مهم ومفيد. اخر حاجه نقولها، كان واحد المقوله يا سي يزيد يقولوها كاع الناس وانا انصح بسحبها تماما، هي عند الامتحان يكرم المرء، عند الامتحان يكرم المرء او يهان. شنو هذه الاهانه؟ هذا لماذا يهان؟ ما فيش اهانه في الامتحان. انت قلت لي قبيله انه يكون نجيب متمكن وما نجحش، علاش نهينه؟ هو متمكن ولا نهينه لانه ما نجحش هذه السنه؟ لا يهان الانسان تماما. انا كنت مع شباب صباح مع شاب قلت له انت وين تقرا؟ قال لي انا حبس القرايه مانيش نقرا. قلت له ولكن واش راك دير الان؟ قال لي عندي راني نخدم كذا وندير كذا وندير كذا. قلت له بارك الله فيك يا بني. قلت له ماهوش الشرط المهن لكن لازم التعليم الاساسي، لازم يعرف يكتب، يعرف يقرا، يعرف يحسب. هذا ولكن راهو ناجح في المجتمع مادام هو شاب عنده 20 سنه ولا راهو معنا، ولكن راهو يفكر في العمل في الكسب الحلال بمجهود بكذا. دونك ماهوش سي با لا فان دي موند سي اون سي با ادمي دون ان اكزام. جميل 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 جميل. شكرا شكرا. شكرا شكرا. فاروق مرحبا بك فاروق. حبيتك لو كان تتكلم لنا على التجربه الحيه نتاعك. نعم. ماذا بك تتكلم لنا؟ تفضل. دو بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اول خير الكلام. ثانيا اشكرك اخي يزيد على هذا الترحيب الكريم. الله يخليك. والجمهور الغفير والاساتذه الكرام. مرحبا بك. واما بالنسبه لهذه التجربه فلدي اختي الصغيره.
فهي في البداية لم تكن تستطيع الدراسة. زين ما كانش تحضر روحها؟ نعم ما كانش تحضر روحها. امتحانات ولا؟ نعم قبل الامتحانات. ايه؟ فلذلك كما قالت الأستاذة كريمة فالتلميذ كالفريق. ايه عاونتوها انتوما؟ نعم لا الأستاذ الكريم. لا لا هذا الطفلة هذه. نعم. من بعد كيفاش تكفلتوا بها في التحضير؟ كيفاش عرفتوا بلي ماهيش تحضر مليح؟ كانت تروح تريح في الدار وحدها كانت من ذاك يعني شوية نورمال. معليش تفضل تفضل فاروق تفضل تفضل. كانت تريح في الدار من ذاك ديرونجمون كان شغل ما تحس روحك شغل ماشي الاز توجور. اه الله والله لازم لا كانت تحس شغل تقول خاوتي عاونوني كذا شغل حنا خزرنا شفنا في الطفلة بلي ما راهي صافا با الاختبارات راهم قربوا ما كاش كيفاش لازم نعاونوها. ايه سما توجور نسيو كيفاش نريحوا لها يقول هالوضع هذا فوالا كل واحد كيفاش يعاون واحد فيزيك مو واحد مورال مو واحد بسيش كل واحد كيفاش الله والله كيما كان الحال الحمد لله من بعد دركت الوضع هذاك فوالا فوالا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة فاروق يعطيك الصحة ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في بهذا الموضوع المهم هو تحضير الامتحان اذا كما قال الاستاذ لابري والسيدة محرز خان اللي الامتحان يحضر طيلة السنة وطيلة المشوار الدراسي ماشي في آخر وهلة ولازم ترافقوا ولادكم ويفوفو زانكيتي دي الديبار ما تخليش حتى الأخر وتروح تقول لوليدك لا لو كان ما تربحش الباك ولا ما تربحش البيام فوالا 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 دونك لازم ترافقوا وليدك من بداية المشوار الدراسي. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. شكرا شكرا شكرا. تفضلوا تفضلوا. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وامان، نفوسنا عنها مسؤولة حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع.